السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد. يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. في البداية بشكركم شكر جزيل على التعليقات الإيجابية اللي أنا بلاقيها عندي على القناة، وال10,000 مشترك الموجودين عندي بشكركم جدا على متابعتكم للقناة، ويا رب يكون كل اللي بقدمه يكون بيفيدكم. وإن شاء الله نوعدكم إن احنا نقدم كل جديد في مجال الذكاء الاصطناعي من مواقع ممكن تفيدك، وخاصة منشئ المحتوى في حياتك العملية بشكل يومي برضو ممكن إن شاء الله تفيدك بإذن الله. هنركز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي الفترة الجاية بقدر الإمكان، وأيضا أي موقع لقيناه مفيد إن شاء الله بإذن الله هنتناوله عندنا في الموقع. أتمنى غيرنا اللوجو بتاع القناة، ويا رب اللوجو الجديد يكون عجبكم. حبيت إن أنا يعني إيه أخصه أكتر بالـ AI، بالذكاء الاصطناعي، لأن التطبيقات دي تقريبا إحنا بنتكلم يعني أغلب الأوقات عليها عندنا على القناة، فحبيت إن القناة تكون متخصصة في الجزء ده بشكل كبير. ولكن ده لا يمنع إن شاء الله إن احنا هنتناول ايضا التطبيقات المفيده بشكل عام، لان هو اسمه كل يوم موقع جديد، فاحنا بنتكلم عن المواقع. والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن محتوى تقنيه بومودورو اللي انا عملته بالذكاء الاصطناعي. كان محتوى بسيط جدا، استخدمت فيه 3 مواقع ممكن تستخدمها بشكل مجاني تماما، وده اللي ان شاء الله هنشوف مع بعض ازاي عملناه النهارده. زي ما عودتكم كل ما بعمل محتوى بالذكاء الاصطناعي بطلع اتكلم عنه، ممكن نكون هنتناول نفس المواقع اللي احنا تناولناها من قبل، ولكن علشان برضو المتابعين الجدد عندنا على القناه كل ما نركز اكتر على المواقع دي كل ما دايما تكون في بالنا، وممكن نتطرق لحاجه جديده واحنا ماشيين، ده ممكن يفيدنا ايضا ويفيد عدد كبير من اللي بيتفرجوا معانا وخصوصا المتابعين الجدد. يلا بينا نشوف محتوى تقنيه بومودورو اللي اتكلمنا عنه في اخر فيديو، يا ترى معمول ازاي. ما تروحوش في اي حته، هنرجع لكم مره تانية. ورجعنا لكم مره تانية عشان نتكلم عن المواقع اللي استخدمتها في عمل المحتوى اللي النهارده جايين نتكلم عنه، اللي بيتكلم عن انفورميشن معينه عايزه اوصلها للمتلقي. اول موقع معايا النهارده هو موقع 11 لابس، وانتوا عارفين ان انا بفضل جدا موقع 11 لابس لان هو يعتبر ادق موقع حتى الان في من وجهه نظري. يعني برضو ايه اللي ممكن يكون في مواقع تانية مدفوعه بتكون افضل، لكن حتى الان انا مستخدمه بشكل مجاني، فانا شايفه ان هو افضل المواقع حتى الان اللي فيه خطه مجانيه بتمكن من توليد صوت بالذكاء الاصطناعي بدقه عاليه وباللغه العربيه. علشان انشئ نص باللغه العربيه انا معايا تكست دلوقتي، هخش على 11 لابس شرحته ازاي اتعامل معاه، فهبتدي اوريك بس شويه حاجات بسيطه كده في التعامل مع نص باللغه العربيه. اول حاجه انت بتروح تختار الفويس بعد ما تكون واقف على التاسك تكست تو سبيتش، لان في سبيتش تو سبيتش، بس مش هو ده موضوعنا النهارده، احنا بنتكلم على تكست تو سبيتش. وهتلاقي هنا متقسم كذا حاجه، ريسنتلي يوزد ده اللي انت مستخدمه وانت اضفته من اللايبراري، لان في جزء هنا متعلق بالفويس لايبراري ممكن تضيف الفويس اللي انت عايزه، وفي البروفيشنال وفي جنريتد وفي حاجه اسمها بريميد. وانا هنا هبتدي اختار مثلا درو، ده انا كنت مختاراه، بس هاجي هنا في الفويس سيتنج ممكن اخلي الاستابيليتي بتاعت الصوت مثلا 50%، انا بفضل اخليها 50%، انت ممكن تلاقيها هنا في المستوى ده. انا بفضل ان الصوت في الجزء المتعلق بالناريتيف او ان انا بتكلم عن حاجه، او حتى لو بتكلم عن انفورميشن او education في الحاله دي، يعني بعلم حد حاجه معينه او بعلمه بمعلومه معينه، بحب اخلي الاستابيليتي 50%، يعني الصوت يكون بالشكل ده ما يكونش طالع ونازل قوي، يعني يكون ايه ثابت بنسبه 50%. الكلاريتي برضو ممكن تظبطها، وبرضو دي حاجه راجعه لك انت. وهنا انت في الاساس بتكون على 11 مالتي لانجوال V2، هو بيريكومند اكتر ان انت تروح للموديل الاولاني، وده اللي انا بفضله، يعني ان انا اروح للموديل الاولاني وهو بيدعم اللغه العربيه. يعني الموديل الثاني والفي 2 وفي 1 الفيرجن 2 والفيرجن 1 الاثنين بيدعموا اللغه العربيه، فانا هختار في 1 طالما بيدعم اللغه اللي انا هتكلم بيها او اللي انا هحولها من تكست الى فويس. تعالوا كده نشوف مع بعض لما نعمل جنريت هيبقى الشكل عامل ازاي. انا مختارة الصوت ميل من الاصوات، طبعا تقدر تختار في ميل لو انت عايز. حيث تتسارع وتيرة التقدم التكنولوجي، يبرز موقع ليوناردو كاحد اهم الامثلة على قدرة الذكاء الاصطناعي على تحويل الافكار الابداعية الى واقع مرئي. هذا الموقع الذي يعتبر بديل مجاني لميدجورني والذي يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يمكن المستخدمين من انشاء صور وتصاميم فنية مبتكرة بمجرد تقديم وصف نصي. زي ما احنا شايفين الشخص
اللي بيتكلم كأن ده رياليستيك فويس، صوت حقيقي وصوت ستابيليتي بتاعته كويسة جدا وممتاز جدا. بعد كده بتبتدي تعمل داونلود للصوت، يعني هبتدي هنا اعمل داونلود للصوت من هنا وانزله. خلاص انا انشأت الصوت، انت هنا بقى بتعمل مقاطع مختلفة A1 A2، يعني انا مسميه A1 هنا اوديو 1 اوديو 2 اوديو 3، بتبتدي ترقم الاوديو على حسب السلايدز اللي انت هتعملها او السينز او المشاهد اللي انت هتعملها. وده اللي انا بفضله، ما بفضلش ان انا احط تكست مرة واحدة، بفضل ان انا احطه متقطع كده، يعني اعمل جنريت لجزء جزء. طيب ده بالنسبة للفويس او بالنسبة للاوديو. نيجي بقى لتاني حاجة وهو ليوناردو اي اي، الموقع التاني اللي انا ايضا بفضله كبديل او اقوى بديل لميدجيرني في توليد الصورة بالذكاء الاصطناعي. وانا هنا جاية احط لك بس شوية حاجات بسيطة لما تيجي تعمل كاركتر او صورة شخص لازم تتبع الاتي اللي هنتكلم عنه النهاردة. اول حاجة انت بتنشئ الكاركتر بتاعك، فاول حاجة هروح اعملها ان انا هروح اعمل كرييت للايمج او الايمج جنريشن، وطبعا انت ليك 150 كوينز في المرة. انا هروح ادوس هنا على ايمج جنريشن بالمنظر ده، وابتدي هنا احدد كويس جدا الكاركتر اللي انا هستخدمه. لو انا هستخدم كاركتر هيفضل معايا ثابت، فحتى بقى اللي هقول لك عليه دلوقتي، لو انا مش مهتميه ان انا يبقى عندي كاركتر وفي بعض الاحيان هستخدم كاركتر، في بعض الاحيان هستخدم مثلا مشهد في الشارع، في الحاله دي انت هتبتدي كل مره تعمل المشهد بتاعك بالشكل المعتاد اللي احنا شرحناه في ليوناردو اي اي. بس نفترض ان انت هتشتغل على كاركتر ثابت مثلا بتتكلم عن شخصيه ثابته، فهنا هقول لهم مثلا ايه ايانج ات هيز اوفيس in front of laptop. دايما استخدم المثال ده كتير. اقول بقى هاي فيس ديتيلز، عايزه يكون هاي كواليتي مثلا 4K cinematic and realistic بالمنظر ده. ولو انت عندك يعني نيجاتيف برومبتس او اي امر سلبي ممكن ان انت تفعل الاد نيجاتيف برومبتس. انا هنا هختار الابسولوت رياليتي عشان انا عايزه حاجه ريال، يعني تكون ريل اكتر. هنا الستايل ممكن اعمل نون، مش هستخدم ستايل ولا هحط اليمنتس. انا هبتدي اقول له جينيريت، وطبعا لازم الاول تروح تختار الابعاد، فمثلا انا هختار الابعاد 16 ل 9 لو انا عايز تعملها واحد لواحد براحتك. وبعد كده هختار العدد بتاع النمبر اوف ايمجز 2، ممكن اقول هي از دكتور، بس اضيف حاجه بس عشان تبقى مختلفه، هي از دكتور واعمل جنريت. انا عايزه المره دي دكتور يعني، وممكن لان انا متوقعه هنا مش عايزه no more persons، هعمل جنريت 2، مش عايزه اشخاص كتير في الصوره. ادي اهو شخص واحد، ونفترض هو الشخص ده، هنا الصوره بالظبط زي ما انا عايزه. وطبعا تقدر ان انت تحملها، ممكن كمان تشيل الباك جراوند لو انت عايز. انا هحملها، هعمل لها داونلود. خلاص دكتور قاعد شغال قدام اللابتوب في العياده بتاعته. طبعا انت ممكن تكون عايز الكاركتر هو معاك، لو خدت بالك هتلاقي في المحتوى اللي احنا قدمناه الشخص انا حطاه تقريبا نفس الشكل في كل الصور. طيب ازاي اعمل الموضوع ده لو انا حابه؟ حاجه اسمها ايمج جايدنس، والايمج جايدنس دي هبتدي ان انا اروح ارفع الصوره اللي انا حملتها. انت عندك طبعا كذا فورمات، بي ان جي، جي بي جي، دبليو اي اي بي بي، لحد 5 ميجا بايت بالنسبه للسايز بتاع الصوره. هتبتدي تحمل السايز بتاع الصوره لحد 5 ميجا بايت، شوف مع بعض دلوقتي، فهتتحمل معانا. وانا هنا هستعين بالصوره دي عشان اعمل نفس الشخص، بس ممكن يكون بيعمل حاجه تانية. انا هنا هخليه ويرينج برضو ميديكال جلاسز، وي هي از ا دكتور وركينج ات هيز اوفيس مثلا. هي تيك، ممكن هنا اخليه بقى بدل working at his office هنا ممكن اقول مثلا he take a rest and drink coffee.
يعمل حاجة تانية، خد ريست ودرينك كوفي. فهنا التايب ايمج تو ايمج، والايمج جايدنس من اسمها كده بترشدني ان انا الصوره الجديده تكون الى حد كبير مشابهه. هنا ده السترينث، ممكن هنا السترينث اخليه مثلا زي ما هو و.33، كل ما هزود هيبقى هنا بيقول لي يعني انه ممكن يكون قريب الى حد كبير من الصورة الأصلية. أنا بحب أخليه كده زي ما هو، وهنعمل جنريت وهنشوف في الجنريشن هيستوري النتيجة اللي هتكون طالعة عاملة إزاي. ممكن طبعا يكون واقف، ممكن يكون في الستريت، يعني مش لازم يكون الشخص قاعد على المكتب. أنت بتقعد بقى تظبط دي الصورة اللي أنا وصلت لها في الآخر، يعني بعد ما حاولت مرة واثنين وثلاثة، نفس الشخص قاعد على المكتب، المرة دي ماسك تابلت بياخد ريست، ماسك الكوفي بيشرب كوفي، نفس الشخصية. وزي ما قلت لك انت بتقعد تظبط لحد ما توصل للحاجة اللي انت عايزها. فانت خلاص انشأت الكاركتر، انشأت الصورة، الفويس، كل الكلام ده، هتبتدي بعد كده تروح لمين؟ هتبتدي بعد كده تروح للكانفا. وكانفا تعالوا بقى نبص على المحتوى اللي عملناه على كانفا الخاص بتقنية بومودورو. هشوف كده اهو ده الفيديو. الفيديو زي ما احنا شايفين، نفترض بقى ان كل الصور دي اتعملت، يعني لو خدت بالك هنا هتبص تلاقي صورة الشخص هنا مشابهة جدا لصورة الشخص هنا، هنا بيقرأ في كتاب، هنا الشخص قاعد قدام اللابتوب، شايفين قد ايه في شبه. الشخص هنا قاعد بياخد ريست اهو، هعدي كده، ففي شبه كبير جدا. لو انت استخدمت الجايدنس الخاص بالايمج، ايمج تو ايمج، هتقدر انت تطلع صور متقاربه ومتشابهه. وزي ما قلت لك بتظبط السترينث وشده الشبه، عايزها قريب، عايز يبقى في كرياتيفيتي من قبل الموقع، دي حاجه راجع لك. طبعا زي ما انت شايف كده هو عباره عن 7 سلايدز او 7 بيجز، 7 صفحات، كل صفحه عباره عن مشهد زي ما احنا شايفين. انا بختار اولا بختار التمبلت يكون فيديو، يعني انت لما بتروح تختار بتختار فيديو، ومن خلال الفيديو بقى بتلاقي فيه قوالب كتيره جدا. انا اخترت القالب ده، حسيت ان هو قالب هادي. طبعا لازم تكون عارف المحتوى اللي انت هتقدمه ايه، هل انت بتعرض معلومه بالمنظر ده؟ افضل ان انت دايما تكون عندك محتوى مركز. يعني انا طبعا عامله فيديو هو عباره عن دقيقه ونص، طبعا اللي على اليوتيوب المفروض الفيديو بتاعك ما يكونش اقل من 3 دقائق، يعني من وجهه نظري وخبرتي في اليوتيوب مش اقل من 3 دقائق. فحاول انت تجيب معلومات مفصله، حاول ان انت تدور على معلومات الناس ما تعرفهاش، حسب طبعا انت بتقدم محتوى شكله عامل ازاي، والصوره تكون يعني الى حد ما قريبه من الكلام اللي انت عايز تقوله. يعني هنا منع الارهاق استراحات المنتظمه، يبقى الصوره اللي هتتعمل متناسبه مع النقطه اللي انت هتتكلم عنها في السين ده او في المشهد ده، علشان الشخص ما يحصلوش كده ايه تشتت. فلازم تكون الصورة لها علاقة بالكلام اللي انت بتقوله، سواء في الفويس سواء الكلام المكتوب زي ما انت عايز. بالنسبة بقى لي الفويس، يعني المفروض ان في التايم لاين تحت عندك فويس، في تو فويسز، في عندك الفويس المتعلق بالصوت، يعني انا لو رحت هنا هو هبص الاقي في الجزء المتعلق بالصوت، وفي الميوزك بتاعت الباك جراوند او انت عامل ساوند افكت في الباك جراوند. فانت هنا الصوت لازم يكون ماشي مع السلايد نفسها، يعني السلايد هنا ممكن تكون 5 ثواني، انت بتقف وبتبتدي تروح هنا للتايم وتحدد مدة المشهد على حسب الفويس. فالحتة دي لازم نكون واخدين بالنا منها جدا، علشان ما بصش الاقي ان انا رحت الفويس شغال على بيج تانية خالص او على مشهد تاني خالص. فانت لازم تظبط، بمعنى مثلا انا هنا عندي زي ما انتم شايفين في التايم لاين ده الباك جراوند، وهنا طبعا لو انت خدت بالك هتبص تلاقيني انا موطيه خالص على 18 عشان الصوت يبقى واطي ما يبقاش مزعج، مش عايز تحط في الخلفيه ميوزك ما تحطش حاجه راجعه لك. وهنا مثلا بالنسبه للصوت انا يعني المده هنا 9 ثواني، انا مثلا المشهد ده مخليه 12 ثانيه. ليه؟ علشان مش من المفترض ان الشخص يخش يتكلم على طول، لازم يبقى في ثانيتين ثلاثه الاول نهيئ الشخص للفيديو. فلازم نكون واخدين بالنا من الجزئيه دي، وتبتدي بقى تحط طبعا بترفع الفويس، وبتبتدي ترفع في الابلود، بترفع الايمج وبترفع الاوديو، وتبتدي بقى ان انت تستخدم الاليمنت الموجوده. وخد بالك برضو حاجه مهمه جدا، التكست بالعربي، فلازم تكون متاكد ان انت مستخدم الفونت نفسه او التايب بتاع الفونت يكون عربيك. فالحته دي مهمه جدا، بتدور على حاجه عربي تبتدي تكتب هنا عربيك، هيظهر عندك بالعربي
فونت تايبس كتيرة جدا، أنواع كتيرة جدا ممكن إنك أنت تستخدمها، علشان لو أنت استخدمت أي فونت يكون شغال مع الإنجليش ما غيرتش، هتبص تلاقي النتيجة مش حلوة خالص، التكست اللي طالع شكله وحش جدا. فلازم تستخدم التايب الخاص بالفونت أو نوعه يكون متناسب مع الأرابيك. وزي ما أنت شايف لو إحنا وقفنا هنا ما بين كل مشهد ومشهد، لو وقفنا في النص هنا بنقدر نحط ترانزيشن، يعني تقدر انك انت تحط ترانزيشن الحركه ما بين كل مشهد والمشهد التاني، كانك شغال على فيديو اديتور بالظبط جدا، برنامج مونتاج، بس هنا البرنامج المونتاج بتاعنا داخل كانفا. في الاخر خالص بتبتدي ان انت تعمل شير وتعمل داونلود، وبتختار طبعا يكون 4K في حاله لو انت في الكانفا برو. طب لو انت مش في الكانفا برو او مش او في المجاني، الكواليتي 1080 اتش دي هاي ديفينيشن، فما فيش اي مشكله برضو للناس اللي ما عندهاش الخطه المدفوعه في كانفا. ده بالنسبه لثالث حاجه، هيكون عندك في الفيديو تمبلتس جاهزه، هيكون عندك اليمنتس كتير، هيكون عندك تكست بالعربي، هتقدر تضيف التايم لاين ساوند افكت، تقدر تضيف التايم لاين الفويس بتاعتك على كل مشهد، وتحط ترانزيشن كمان، وتطلع محتوى بالذكاء الاصطناعي. وهرجع اقول لك لو المحتوى بتاعك من اي تو زي انت اللي عامله زي ما انت شايف كده، تقدر اصلا تطلع الكلام الكونتنت نفسه من على شات جي بي تي 3.5 المجاني، تقول له انا عايز محتوى عن كذا، طبعا اعمل سيرش كويس قوي وطلع دايما محتوى يكون شيق، مش حاجه يعني صغيره زي اللي انا عاملاها، ولكن انا بديك الفكره وانت ممكن ان انت تبني عليها وتطلع حاجه افضل واحسن كمان. وزي ما قلت لك حاول ان انت طالما بترفع على اليوتيوب مش اقل من اتش دي، علشان خاطر المحتويات كل ما كانت الجوده بتاعتها افضل اليوتيوب خوارزميات بتشتغل عليها اكتر. زي ما بقول لك في نهايه كل فيديو تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو كنت من متابعينا الاعزاء ما تنساش اللايك والشير والكومنت. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.